الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت والعليم بأسرار الخلائق والبرية. سبحانه وسع الخلائق علما وأحصاهم عددا وكفاهم رزقا. من عاش من خلقه فعليه رزقه ومن مات من خلقه فإليه مصيره وبين يديه حسابه. الحمد لله الذي أرسل نوحا فجعله عبدا شكورا وأرسل أيوب فجعله عبدا صبورا وألقى بقميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا وأرسل إلينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهي أنت أمرتني إلهي أنت أمرتني ونهيتني إلهي أنت أمرتني ونهيتني وأريتني طرق الضلالة والهدى وعلمت أني لا أقر من الذي قدرت لي إن كان خيرا أو ردا وسنسنبي ما شئت للشيء الذي في الخلق ما أخفيته عنهم سدى. فاقبل بفضلك توبتي لك مخلصا وارحم فإني قد بسطت لك اليد واصبح عن العبد الذي يا سيدي قد جاء معترفا وعاش موحدا. واشهد ان سيدنا صلوا عليه وحبيبنا صلوا عليه لامر الله لبينا وكافرنا ليهدينا وفي قرية في العمارة بالبيس شرقية لدى عائلة ابو حسين في وجود فضيلة الشيخ سعيد النصار وعمدة البلد اتينا سألنا الله يهدينا في وجود الامن والامان اتينا سألنا الله يشفينا ودمع الشوق منهمر فلقد جئنا جميعا محبين فلا عذر ولا لوم فالكل يحبنا بينا وفي سيدنا رسول الله حبيب الله لنا شرف لحاضرنا وماضينا وروضته أي روضة المصطفى محمد فأكثروا جميعا من الصلاة على سيدنا محمد وروضته تفوح جلاء وقد ملئت رياحينا أبو بكر بجانبه أبو حفص ينادينا أقيموا العدل بينكم وللحق الموازين وصلينا على المختار نادينا صلى عليك الله.
وحدوا الله. من يومين تلاتة استطاع الجيش المصري يمسك في ولد خاين للوطن اسمه الى كل من يستمع الي الان عبر قناه مصر البلد الفضائي في كل دول العالم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. قلناها مرارا وتكرارا ولن نمل التكرار. رحمه الله على شهيد العرب صدام حسين حينما قال في حق الجيش المصري والشعب المصري: لولا جيش مصر، لولا جيش مصر، لولا جيش مصر لاحتل اسرائيل كل دول الوطن العربي. تحيا مصر. الا البلد دي والا التراب ده ضرب شاسع ما بين الخاين اشناوي والبطل ابن محافظه الشرقيه الشهيد. ها انطق ده شرف لينا كلنا. احمد المنسي رحمه الله عليه فرد شاسع. حبيبي عايز النهارده حضرتك تطلع من هنا ازاي؟ اعرف ليله القدر يا عم العادل. هتقول لي انا بصماجي ما بجراش ولكن اعرف ازاي ليله القدر يا اللي ما بتعرفش تجرى وتكتب. ابويا الحاج الفلاح اللي علمني، ابويا الحاج اللي علمني. بقول لك النهارده لما تطلع من هنا عايز منك طلب اعمل ايه؟ الى كل من يستمع الي الان في كل دول العالم عبر الشبكات العنكبوتيه، بقول لك بعد لما تصلي العشاء والتراويح يا اسمع 21 و23 و25 و27 و29. بقول لك بعين وفاضي اسمع، بص للسما اعمل ايه؟ بص للسما ليه؟ قال سيدنا رسول الله صلي عليه. اهو هتعرف انت بدون عقد وبدون اشياء ليله القدر. اهو من هنا رحمة الله عليه، رحمة الله على الشهيد المجند احمد ماهر ابن قرية دير عمارة، ورحمة الله على شهداء الوطن اجمعين. اقول لكل من يستمع الي الان بص للسماء ليه؟ قال سيدنا رسول الله. واسمع مني الحتة دي وخلي بالك، احزاب اللي طالعه اليومين دول بنقول الكلام ده ما بنخافش من حد، ما بنخافش من حد. احزاب اللي طالعه يا ابني دوروا اتقوا الله. انت روح لابو حنيفه عمنا الشيخ سعيد نصر معانا اهو. ابو حنيفه يقول لك الكتاب والسنه، مالك الكتاب والسنه، احمد بن حنبل الكتاب والسنه، الشافعي الكتاب والسنه، انما انتوا طلعتونا بره السنه. الصلاة على سيدنا النبي، انتوا جرفتونا، احفظوها مني. وقول اعلى منه ما لا يعمل، بقول ما بدون نص يقبل، فيه دليل الاخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال ابو حنيفه الامام: لا ينبغي لمن له اسلام اخزن باقوالي حتى تعرض على الحديث وعلى سيدنا النبي والكتاب المرتضى وعن القرآن الكريم وملك الإمام دار الهجرة. قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي بخاري فلي ما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار لقولي المخالف الأخبار. وأحمد
واحمد قال له لا تحته ما قلته بل اصل ذاك فضله. فانظر مقالة الهداة الاربعة واعمل بها فان فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي. شغل التفرغ ده انتوا بقولهم اهو تلفزيون وفيسبوك انتوا ظرفتوا الناس كلها. ناس عارفه ربنا كويس وعارفه الدين بتاعها كويس وعارفه الحلال من الحرام. سمعني الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. شغل تشتت. يجي في رمضان الشيخ سعيد نصار واحد يسالك اطلع عيد تلاقي دكه يقول لك صاعا من تمر وصاعا من شعير. انا لو اديت الراجل اللي جنبي خلينا صرحه كده وقولوا للناس الكلام ده عيب. انا لو اديت جاري 2 كيلو فول هيرميه. لو اديت 2 كيلو هيرميه. انما لما اديله 50 جنيه. فسمعني الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. اقول لكل من يستمع الي الان اعرف ليله القدر ازاي تصل الشمس. ليه؟ قال سيدنا رسول الله كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريره قال ابو هريره كنا نتذاكر ليله القدر عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اسمع. فقال النبي من منكم يذكر القمر حين طلع مثله كمثل شق جفنه. شق يعني نص. جفنه يعني طبق مستدير. يعني انبصيت للسما ولقيت القمر على هيئه نصف طبق مستدير فاعلم بان هذه هي ليله القدر باشاره من البشير النذير محمد صلى الله عليه واله وسلم. قال سيدنا رسول الله اسمع ليله ورا 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 منيرة ملايكة طالعة وملايكة نازلة سهلة فيها امن وامان وانضباط وانشراح صدر وكل بال. اسمع لا حارة ولا بائدة. لا حارة ولا بائدة. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واختم كلامي هذا اهم شيء في الدنيا حفظ القرآن الكريم وتدبره وتعلمه. مش شرط. هد التردد شوي. مش شرط اكون دكتور او مهندس. عندي مهندس اسمعوا واللي شايفني عبر قناة مصر البلد الفضائي مهندس بترول في مدينة الاسكندرية بياخد شهري 25,000 جنيه رمى امه في دار المسنين. ما كانش بروح لوالدته مهندس بترول 25,000 شهر امه تعبت عليه وصرفت عليه دم قلبها رماها في دار المسنين. ما كانش بروح لامه الا 4 ايام في السنة يوم في الصيف ويوم في الشتاء ويوم في الخريف ويوم في الربيع. امه كانت بتموت. اسمع. اتصلوا الجماعة بتعود جمعية. اتصلوا الجماعة بتعود دار المسنين عليه. انهض يا باش مهندس. امك بتموت. انده يا باش مهندس. انهض يا باش مهندس. امك بتحتضر بتخلص. عارف انت باش مهندس ركب العربية وجري على والدته. اموريني يا امي. طلباتك ايه يا امي. قالت لي يا ابني خلاص انا رجلي بره ورجلي جوه. خلاص يا ابني يا بنايا منور يا باش مهندس. للي صرفت عليك من دم قلبي. للي اشتغلت في البيوت علشان اربيك. للي عملت قرض مره واثنين وثلاثه انا وابوك علشان اربيك. يا باش مهندس يا بتاع البترول يا ابو 25,000 امك عايزه منك طلب. قال لها اموريني يا امي انا عايزه منك طلب واحد يا
عنايه. اموريني يا ابني طلباتك ايه؟ قلت له انا عايزه مروحه في الاوضه دي، مروحه وثلاجه صغيره. ليه يا اما مروحه؟ قلت له الجو كان حار عليا يا بنايا ومش قادر اتكلم. ليه يا اما ثلاجه؟ قلت له كل يوم كل يوم كنت بنام من غير عشاء ومش لاقيه شربه الميه يا بنايا، يا باش مهندس يا بتاع البترول يا ابو 25,000 بس مهندس قلب اتحرك وقال لامه ياما ياما جاي تطلب الكلام ده دلوقتي ياما وانت بتموتي؟ قالت له يا بنايا انا خلاص انا خلاص اتأقلمتي على الكلام ده واتكيفتي على الوضع اللي انا فيه، انا خلاص بموت. ما انا عايز الكلام ده ليه ياما؟ قالت له الكلام ده بقول له ليه؟ علشان ولادك هيجيبوك زي ما رميتني يا ضنايا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم استر عوراتنا، استر عوراتنا، امن روعاتنا، اهدي شبابنا، اهدي شبابنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، اجبر كسرنا، اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، ارزقنا زيارة بيتك الحرام وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. رد عن نصرنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وتخريب المخربين وعبث العابثين وطمع الطامعين وفساد المفسدين. اجعل مصر وشعبها وجيشها وجيشها في امانك وضمانك يا الله. اجعل مصر وشعبها وجيشها في عنايتك ورعايتك يا الله. عباد الله، شكرا لكم حسن استماعكم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.